واتس كوكينج. انا كمان ما بعرف واتس كوكينج اليوم. حضرت لحالك هيك علاس اليوم شايف. بونجور شايف. سكيت بونجورين. كيفك اليوم؟ سافا سافا. شو محضر لنا؟ اربع اكلات. اوف، لكن انت نعزم كل الكل. انا هيك اليوم مشان هيك مكتر الاكلات. عنا اليوم رح نعمل ميزه البارتنر، الميزه اليونانيه، بس اكيد كمان مع تويست. يلي بتشوفي كمان قد في ايد في البرودوي طبعا هن ذاتهم يعني نحن بنستعملهم، اصلا بتعرفي في بارت كبير من اكلنا هو من الميديترينيان كله، البحر المتوسطي. عنا تشكيله حلوه، الحلو فيهم اربع اكلات صوص وحده لهم رح تتوزع عليهم كلياتهم سوا. رح نعمل الاكله الاساسيه هي الكالامار الفريتور يلي رح نقليها. عندي كمان الاكله الثانيه اللي هي البطيخ مع الفرايد فتا. عندي البروكولي المشوي كله زيت الصوص هودي. شو براتيك اليوم. الصوص للكل. وعندي هالباذنجان يلي بدها تنفرم تنحط على خبزه مع زيت الصوص كمان. من هيك جبت لنا اليوم البحصات. اليوم رح يركبوا الكلمريت على البحصات. لانه البحص هيك من واحد البحر المتوسط. صح. وكذا وكذا. بقى هيدي للكالامار اليوم رح اذا حدا عصبت من انتبهوا دغري بالحجر انتبهوا سرقي الاكبر وحده الدبشه بروكوليات اوكي شو حلوين قد ايه سلقناهم؟ دقيقه رشه ملح بس لونهم اخضر ما بنحط عليهم شيء بنفوتهم على الفرن لانه الصوص كثير قويه. سؤال، بنغلي المي بعدين من تغلي المي والملح اكيد اجباري، ما فيك تحطي حيلا شيء بالمي غير ما تكون المي عم تغلي. اجباري تغلي المي بتسقطيهم 1 مينت بس تشوفيهم صاروا كثير خضر بتشيليهم بتسقعيهم بتعصيهم عصره صغيره لتشيلي منهم المي ترجع تستعمليهم لحيال شيء بدك اياه للسلاد لتشويهم للي بدك اياه. فيك حتى تشويهم دغري اذا بدك. بس للشوي بدهم نكزه زيت، يعني اذا بدك تشويهم نيين دغري بدهم نكزه زيت. اوكي رح نحطهم بالفرن هلا. خلينا نشوف بس عفوا اللون قبل ما ولا ليكي لونها كيف تخضر كثير. هيدي زيت البروسيجر لللوبيا لكل شيء اسمه خضار عم نسل لوبيا بزيت. لوبيا بزيت اوكي. بدي اعمل لك هاللوبيا بزيت شنو خلص شايف شاير بالعدم حط كلام. شو عامل اليوم؟ لوبيا بزيت. شو بدنا ناكل اليوم؟ لوبيا بزيت. شو تعشيت امبارح؟ لوبيا بزيت. كله لوبيا بزيت. لقطت كلمه خلص ما بقى فيني غيرها. قبل كنا نقول رز عجاج. رز عجاج 100%. تفضل. بس رح نعمل لوبيا بزيت وعمل رز عجاج. نعمل رز عجاج الطيبه الطيبه كمان لانه كمان بدها تكنيك. انت بتعمل لوبيا بزيت انا بعمل رز عجاج. خلص دن. خلص في مباراه بيننا اكيد. اوكي شوية توم والله والله شوي والله شوي. طيب ماشي ما كثير حبيعك ياها. هي رسات فيها 12 حبه توم بس انا كرمالك اليوم حطيت. رح نبيعك ياها. هون حطيت توم، حطيت فليفله. الفليفله اللي بيسموها الشاميه يلي بتجي خفيفه رفيعه منا سميكه. هيدي طعمتها كثير طيبه. على طول بحكي عنها عن الفليفله المدعبله يلي نحن اسمك موجوده السميكه يلي ما بتنهضم بالهين. هيدي لا طعمتها اخفف واطيب وهيدي فينا نستعملها اكثر على اللحم والعجين ولا نستعمل الفليفله الكبيره. يلا في ستيكر كثير بيضحك عن السماكه. انت عم تحكي عم بتذكر بصل هندي، زعتر اخضر. زعتر اخضر الرفيع. رفيع مزبوط. مش الزباع. اذا زباع حطوا نص الكمين الزباع اقوى. نعم. ويا ريت هلا بعد ما كثير في زباع بس الزباع بفضل اكثر على الزباع لانه هيدا طعمته اخفف شوي. نعم. عندي كزبره ناعمه مثل ما ملاحظه كل شيء مفروم ناعم على الاخر يعني. شويه سيبولات. انا هيدي زدتها على الروسيت. فينا ما نحط بس انه على طول السيبولات بتعطي طعمه طيبه. ملح شويه بهار ابيض على طول مثل ما بنحكي تيقوي الطعمه. ملعقه بدنا شويه سكر. ليه؟ بقلبها على طول بس يكون عم تستعمل شيء فيه كثير حامض مثل هالكميه الحامض رح نحطها. السكر هو بيساعد على طول لنخفف من هالحرقه يلي بتكون بعد ما تدوق. إيه يعني نص كوب حامض حطينا. نص كوب حامض مزبوط. وكوب زيت زيتون تقريبا زيت الكميه. انا بدي اخلي شويه زيت زيتون بعد. نص كوب نص كوب قد بعضهم. منتبلها نتركها تاخذ كلياتها الطعمه على بعضها. شو حلو اللون. لونها حلو كثير. بتشبه تبوله طالعه. تبوله بس بس على صوص. على صوص. لاحظتي كل شيء ايكوال فيها يعني بتحسي انه الزيت والحامض مع الاعشاب كلياتها سوا على القد. هون بنكون اكيدين انه خلص الكونتيتي اللي عم نستعملها مضبوطه 100%. هيدي هي الصوص يلي نحن رح نستعملها لكل هالاكلات يلي
محضرينه. يلا نبلش عليهم بالفتة. نبلش نعمل الفتة والحلوم، سوري الفتة، الفتة والفتة والبطيخ، الفتة والبطيخ. اكيد فينا نعمل فتة وحلوم مع بعض، ليش لا؟ فينا نخترع هيك شيء. معنا الخبرية بيكسروا وبيجبروا. حبي شوي الزيت، اثنيناتهم مالحين رانيا، صعبة شوي قصتهم. مش ظابطة؟ ايه ايه مش ظابطة كثير. حط شوية أفضل زيت على ما تخترع رانيا، ريسيتات جديد بيكون أزبط. شوفي شو عمل أنا هون، عامل فتة ستيكس. اوكي. وعندي الحلوم عملهم زيت الشي. البطيخ يا شيف، بطيخ حلوم، عوض على البطيخ حلوم يا ولا فتة. حظوظ البطيخات زيت الشي عملهم ستيكس زيت الخبرية. هون هلا بدنا نلتهم طحين وبيض وكعك. انا اوريدي محضر عمل لتتهم طحين وبيض وكعك. خلينا نفرجي المشاهدين ولو على القليلة حبة وحدة، بيكون الزيت حمي مزبوط لدغري نبلش نقليهم تنبلش نحضر اول طبق. عندي شقفة فتة، أهم شيء الشقفة، يعني أنا هون قصص على القد يعني ممكن كثير تنكسر معنا. فينا نسمك شوي الحبة، بس بتعرف الفتة حدة، يعني أفضل إنه تكون رقيقة لما تعطينا حدية قوية، خاصة نحن عم نقليها. بنلتها هيك بال طحينات بالطحين، بنسقطها ب أكيد بيض مخفوق، رشة ملح صغيرة، بننتبه كمان الفتة مالحة بس الملح مشان يحمي البيض من الزنخة. هون بنقلبها كلياتها سوا بالكعك. صارت عندي الحبة جاهزة تنستعملها. غريب شو هالكعك. خلينا نشوف ايه البريد كرامز. اوه تمام، يلا خلينا نحط هالحبات. اول نار نحط الحبة البقية هون على طول. كمان برجع بعيد، كل مره بنعمل حلقه بيكون في شيء بانيه افضل انه ما يتفرز. ده افضل من شن الكعك، من شن الكعك ما يرطب، الكعك بيحترق دغري بس ياخذ رطوبه، يسحب رطوبه. بس حطيه على الزيت بيصير يفقع، بيعمل لون اسود، بيمتص زيت اكثر. مش هيك في تقلي مقلي ثاني من بعده، هيدا على الاكيد بنكب الزيتات دغري. مزبوط، كثير بيعطي ريحه منا حلوه. وهيدي الشغله البشعه اللي نحن بنعملها، انه بنجيبه بنحط بالثلاجه، بنجيب بنحط بالثلاجه، بنحط بالثلاجه، لا كاليتي بتعود مزبوطه، ما في شيء بيقعد مزبوط اصلا، كل شيء حتى البراد كرامز اللي دافعين حقه مصاري بيصير مثله مثل غيره بس تفرزيه، لانه شرب رطوبه، بس يشرب رطوبه يعطي كيف. اوقات بننجبر شايف، يعني خصوصا لما في اولاد، بتعرف هلا بالصيف كل ولد بفوت مع ثلاثه من اصحابه، بيظهر مع اربعه من اصحابه، يعني هلا بتعوز هول الاشياء البانيه للاولاد، يعني شو الحل؟ انا بفضل يعني على طول عند الفريزر مليان حقيقه. هلا للبيت ما في عليك. ما في مهرب، لانه كل شيء تغير، حكم الشغل تغير، اجباري يكون عندك. بس انا بفضل ما تنام كثير الشغله. بس الكعك خاصه هذا الكعك، مجرد ما عملتيه وحطيتيه بالثلاجه مش يومين ثلاثه غير كاليتي بيطلع، سبحان الله ما بيطلع طيب. صحيح. انه قد ايه فينا نجرب نهرب منهم هودي الاشياء. بدي اعمل فرن برا، نبقى نقلي برا، شو رايكم؟ احسن شيء. ايه مش معقول. قلي هيدي احسن حل. نعمل واتس كوكينج، نعمل واتس كوكينج بالطبيعه على المدخل تحت. لازم نعمل واتس كوكينج بالطبيعه على فكره. حلوه حلوه كثير، ما قلبناهم لكن لانه لا دغري بياخذوا لون. انا بيهمني بس نعطيهم الكروت. اوكي على كل حال مزبوط، يعني ما بدنا شيء يستوي هون. صاروا ريدي، خفف النار شوي عليهم بالزيت. ايه صار اكيد كريسبي، لانه نوعيه البريد كرمز اللي انا عم بستعملها كثير مرتبه وما بتشرب زيت، هيدا اهم شيء، بتنفش وما بتشرب زيت. هون شو رح نعمل؟ يلا على السريع خلينا نظبط اول بلا. رح نصفصف زيت الخبريه. عندك الستيكس هون، خليني بلش بهيدي ارفع شوي صغيره. عم بفهم بلحق يعمل اربع اكلات ب 10 دقائق، يعني هيدا السر ما عم بفهمه انا. ميزون بلاس، تحضير، اورجانيزاسيون، بيمشوا كلياتهم سوا مثل بعضهم. هون عم نتاكد عليا مزبوط. شو حلو خرج ترويقه، اذا واحد بعده بلا ترويقه. خرج ترويقه، هلا فينا نعملها شيف. بلا ميرسي شيف، بلا القلي. ايه فينا نعملها إيه بس نية، نعملها حلوم، نعملها فتة، فينا ما نعمل هي بس اطيب هيك مع الفتة، بتطلع اطيب بكثير.
هيدا اول فكره منيحه. ايه لذيذه جدا. يل. جدا جدا. هي بدها صوص كمان؟ هي زيت الصوص بترجع تنحط على وجهها. حطهم حد بعضهم وتفضل على الصالون. ليك قد سامبل ما فيه شيء. الصوص تبعيته كمان كثير طيبه. هلا بنحط الصوص عليهم. لكن الصوص هيك رح تضل نيه. بنحطهم هلا بالاخر على الوجه اكيد. نيه. بتعرفي الطيب فيها انه الملوحه صارت، يعني بتعرفي الملوحه تبع الفتة وقد ايه كريسبي صارت، والحاله تبع البطيخ بيعتلوا بعضهم. يعني عم تحكي شايف عن شيء انا شايفته كثير حلو، بس ما دقته. اذا بدك هيك بتقرب لي الصحن بلش دوق. انا بدي بتعرفي شو فسر يعني. صح بس كيف صح عم تطلع النكهه مش اكثر. بتعرفي شو رح اعملها؟ نعم هيك انا محضر لك. ايه؟ فيك تبلشي تيستينج مثلا وتدوقي. ايه؟ عن جد حرام حرام تنطري معك. مظبوط. انا اللي مقصر. كزانه وينك؟ كزانه صفي هون الزيت. كثير ما انبسط منه. رح ننقل الزيت على وحدة تانية نصفي منهم. دغري نستعملهم للكلمات. شايف بدي اقول لك شيء. ايه شيء كثير طيب حتى بلا صوص. حتى بلا صوص شيء كثير طيب صح؟ مش معقول كريسبي والحموضة تبع الفتة فظيعين. مش معقول قد ايه بيعطوا طعمة. عاطين كونتراست طيب. مع ال حطيت شوية صوص هون على الفرن مال كمان لتدوقيها. بس عاملين كونتراست يعني بين حلو البطيخ والحامض تبع الفتة. يمي. هي نو نيد لصوص، يعني فينا نقول انه عن جد ما بدها صوص لانه بتطير العقل هيك. بس صوص بتعطيها فاليو زيادة. مش غلط. هون البروكولي خالصين. يلا خلينا نعمل ننتقل على الكالمار. بتعرفي الوقت عادي عادي الوقت دغري بدهمنا. يلا كالمار كمان زيت الخبرية. فكرة الكالمار على طول، الكالمار لازم دلة الجلدة عليها، حبة صغيرة مش حبة كبيرة. كثير طيبة. لا بدك تدوقي بعد شيء بتنقز الصوص، عن جد بتنقز. شفت قد ايه طيبة؟ كثير. وشفت الحلا تبعها، الحلا الانديركت اللي موجود فيها، بخليكي تدوقي أكثر، تاخذي أكثر، لو ما حطينا لها شوية سكر رح تطلع كثير حادة. سو ترو. بقى هيدي كثير مهمة الشغلة على طول، نرجلج الطعمات. هون أنا عامل طحين ومي بس ماني حاطط شيء فيها للروسات. هلا فينا نزيد صفار بيضة إذا بنحب نطلعها أكثر شقرة، إذا بدناها أكثر كريسبي فينا كمان نزيد لها شوية نشا مثل ما حكينا قبل كمان كذا حلقة قبل. خلينا هون دغري نبلش سقطهم القلي، نترك شوي صغيرة خليها تحمى نكزة بعد، خليها تحمى نكزة بعد. شو هي؟ قد ايه بدهم قلي كالامار؟ الكالمار بس شي بدها دقيقة، بس كمان. دقيقة. الكالمار هيدا التيوب يلي بنجيبه من السوبر ماركت الكبير اللي هالقد اللي ما في عليه السكن، هيدا ما بيتاكل. هيدا ما في طعمة. نعم. هيدا مثل بيعطيكي رابر تيست بتم. ما له بلاستيك. في عنا كالمار بلاوي بالبحر عنا، بنشيل كثير كالمار، جيبوا الكالمار. تسوى بدل كالمار اخطبوط؟ الاخطبوط ايه بس غير بروسيجر اكيد. اخطبوط كطهي يعني غير ايه اكيد. الاخطبوط فيه بروسيجر سلق حسب كبره. كل ما كان اكبر الاخطبوط كل ما اطيب، بينما الكالمار كل ما كان اصغر كل ما اطيب. لانه حسب ما فهمت انه مؤخرا عم بيكون في اخطبوط متوفر اكثر من الكالمار بلبنان. مزبوط. في كثير الاخطبوط بالنهايه منطقتنا كمان صخريه، يعني بتعرف الاخطبوط بيطلع على منطقه الصخريه. كنا مره جاي بنعمل فلان مع اخطبوط، شو رايك شايف؟ يلا تعلمنا كيف نقدر نحن نشتغل بالاخطبوط بالمطبخ، لانه احسن ما يصير كمان كثير قاسي. في كذا طريقه لنعمله ما يطلع قاسي. بعدين في شغله نحن بلبنان على طول عندنا مشكله فيها، انه لا لازم يدل في علكه صغيره مثلا بالكالمار، او لازم يدل في علكه صغيره، بس العلكه المقبوله مش العلكه اللي المؤذيه على الدم. يعني لما تكون عم اكيد على طريقه المضغ تكون مضبوطه، مشان هيك له تكستشر معينه تستعمليه للاوكتوبوس ليطلع طيب. نعم يلا كالمار ما بدهم شيء، يخلصوا معنا دغري على السريع. انا هون بعد عندنا البتنجانة. بدل البتنجانة بس بدنا نفرمها هلا نحطها على الخبزة. الكالمارات بيكونوا خلصوا. يلا نحط شوي الزعانف تبعهم كمان، نقلي كم حبه منهم. ما ضروري نحط لها تامبورا للعجينه البانيه للزعانف، لا لازم نخليهم هيك ليبينوا شو هن، ولا اذا غطسناهم كثير بالعجينه بدهم يختفوا، بدهم يعملوا بتيل. بتعرفي لانه حبتهم كثير صغيره.
ننقل لهالمين هون اقوى. اوكي نيكست يلا خلينا نعمل باذنجان. الباذنجان شو بعد عنا غير الباذنجان؟ عندنا الباذنجان، البروكولي جاهزين بالفرن صاروا خالصين. الباجيت لشو؟ لازم نشيل الخبزه لشو؟ لنحطها للباذنجان. نعم هلا بدنا نعملها كرمال الباذنجان، بدنا نفرم الباذنجان نتبلها بالصوص ونحطها على الخبزه. بدها تقشير؟ اكيد على طول بدك تقشريها للباذنجان. هلا من المستحسن انك تقشريها تحت المي على طول، بس تشيليها مي مسقعه تكون. نعم. افضل. او بدك تنطري عليها شوي صغيره لتبرد لتبرد لتقدري تعملي هالطريقه يلي انا عم بعملها، عم بقشرها كلياتها سوا. كيف شوينا الباذنجان بالفرن؟ ماشي بالفرن اخذت معي تقريبا بحدود العشر دقائق. بتعرفي الباذنجان دغري يستوي، يعني فينا دغري نستويه، بس كثير مهم انه تشيلي. هو عم بيفرم وهيك دكتور، كثير عمليه، كثير غرفه عمليات، غرفه عمليات. يلا خلصنا. ايوه القصه الحلو فيها انه ما فيها كثير بذر، هذا الحلو فيها الباذنجانه. مش لازم ننظفها قبل اذا لا كان فيها بذر؟ ما ضروري، اذا بدك تعمليها بس للباذنجان المتبل فيكي تحطي عليها، فيك تشيل البذر منها. نعم. انا ماني ضد البذر ابدا يكون موجود بقلبها. نعم. ابدا ابدا ابدا، بحب البذر يضله موجود فيها. هون الراس بدنا نخليه، خلينا نقصه مزبوط. يلا حطها هون. طريقتك بالتحضير شيف غريبة. حلو، بدها شغف. شغف. قصي ترونشات الباجيت. سميك. قد ايه فينا تكون فيها شوية سماكة؟ لأنه بتعرفي الباذنجان فيه مي أحسن ما بدنا إياها تش، أو بدنا نضطر نحمص، يعني نحمص حبة الباجيت. أو مثلا أنا هلا اليوم مستعمل الشباتا، طيبة كثير. بعد حبة على طول صفهم كمان يكونوا على قد بعضهم. صوص ما تنسى الكالاماريت. خلصوا الكالاماريت، يلا رح نشيلهم نتبلهم كلياتهم سوا هيك فيها. بعد بدها شوي صغيره، بعد بدها صوص. بدها صوص. اسم الله الباذنجان اليوم موفق فيها كبيره. تحمل صوص منيح، رشه ملح كمان افضل. منيح ايه للباذنجان. بتعرفي لانه باذنجان دلعه، باذنجان بتشبع. ما إلها نكهه وطعمه. مزبوط. يلا نحطهم هيك على الوجه. يا الله شو شكلهم بتطير العقل. الدسم والنكهه، بس انا بدي اقول انه لانه نكهه الصوص منها قليله، يعني قويه صح، بقى رح تعطي تغير كل شيء، يعني كل المعادله ورانيا الدسم. هذا الاكل الميديتيراني، هيدا اكلنا، يعني الاكل التلياني، الاكل اللي بيطلع بجنوب فرنسا. كل هالاكل قد ايه سامبل، قد ايه طيب، منه معقد، وبيعطينا فليفرز. بنتكل اكثر على الخضره يلي عم نستعملها. نحن رح نكمل البرزنتيشن بعد عنا الكالمار والبروكولي. بنشيل الكالمار على النار والبروكلي من الفرن، وبنكون عم نرتب، نرجع بتيستينج بعد هالوقت. نرجع لواتس كوكينج، وحان وقت الجودة لأنه صار تقريبا البلايات خلصوا. صح. صفصفناهم وزبطنا الديكور يلي هو عن جد يعني نص النكهة من الشكل قد ما حلو، وطريقة تقديم الكالامار تحديدا قد ايه حلوة. ودفرش كثير بدك تصور او ايه اكيد صورة ما في، مجرد ما نحكي ميديتيرانيو فود ده بيعطيك ال دغري بتحس حالك هيك عشية مع سانسيت درينك
وهولي افكار عن جد بتطير العقل لحتى هيك يكونوا مثل اميوز بوش مع درينك عشيه على سانسيت قاعدين على البحر. ومن اشياء بسيطه كثير بسيطه كثير حقيقه صح. ومن الموسم يعني تخيلي حتى ما عم جيب برودوي امبورتي يعني برودوي كله لبناني، وهيدا اللي بيميزنا على طول بنحكي انه بنعمل اكل تلياني موجود بلبنان، يعني كله موجود. هيدا الحلو فينا انه عندنا منتوج من كل من كل الاصناف مثل ما بيقولوا. يلا تيستينج تيستينج. انا حاسه بدي ازيد صوص على الكالمار. انا بدي ازيد لك صوص على الكالمار. احنا ما حطينا بعد، بلحق اخذ بس وحده ايه؟ كالمار شيل لك اياها. فوالا صوص عليها. حط صوص عليها. شفتي الصوص قد ايه كمان؟ صرت اكلتها 100 جقره انا من هون من الاستوديو، 100 مليون جقره. الصوص طلعوا كثير كريسبي. شفتي قد ايه صاروا كريسبي؟ شيبس يعني رسمي. اوكي. والباذنجان. كالامار بيطير العقل. البطيخ مع الفتة كمان. ثانك يو. بدي ابلع. ثانك يو لك شيف. لكن كل هالوصفات موجودين كمان على mtv.com.lb واونلاين. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا ياخذوا كل المقادير، بريك وبنرجع.